اهم حاجه اني بشوفك بتتزفي على ابويا من جديد. انت كبرت وانا شو؟ عم بتجوزني لبيك مره تاني؟ معقول؟ الو سوري حمدي، سوري حمدي لو سمحت دقيقه واحده. شكرا. ايه اشرف؟ اهلا يا حبيبتي. بكره ايه ساعه طياره الاولاد على المظبوط؟ ترى يا لولا انت قلقانه على الاولاد كده ليه؟ دي اول مره يسافروا، وبعدين ما انت عارفه ان هم جايين بكره، ضلي قلقانه كده لحد بكره. تعرف انا مستغربه حالي، ممكن لاني بطلت معود ابعد عنهم، ما بعرف. وانت ما بتكلمهمش هناك ولا ايه؟ بل هزار. يلا انا شوي صغيره بخلص وبرجع على البيت. طيب انا مش رايح في حته، لا اروح هنا ولا هنا، قاعد مستنيك. يلا باي حبيبي. باي حبيبي، باي. حمدي انت فين؟ تعال. يا ابدا. ايه كيف رح نعملهم على العرس؟ ليك حمدي انا بدي شيء كتير صدق. قول لي بقى، مش ناوي ترجع في كلامك وتسافر معانا مصر؟ تحضر فرح امي اللي هي اختك الوحيده اللي بتحبها وبتموت فيها؟ قول لي بذمتك ما وحشتكش؟ ها؟ عينك في عيني كده؟ وبعدين انت بتبقى لكم سنين عايشين مع بعض، متعود كل يوم تصحى الصبح تلاقيها في وشك منوره زي القمر. اكيد راح اشتاق لك كتير. بس هذا الموضوع ما بدي احكي فيه انا وياك، لانه ما بدي اتشارع معك. انا وياك بنختلف كتير بالراي فيك. ما انت كنت السبب ان هم يتطلقوا من 7 سنين، وانا دلوقتي السبب ان هم يرجعوا تاني، اكيد مختلفين مع بعض. بس انا نفسي اسالك سؤال، انت ليه بتكره بابا قوي كده؟ خالد انت بتعرف قديش انا بحبك. هذا الموضوع بلا سيرته. بتخلع يعني من الاجابه، ماشي. طب هما لين وكلود فين؟ بيقوضهم عم بيضبوا الشنط. كيفك خيي؟ اشتقت لك. وينك؟ انا عند خالد ناطره البنات ليوصلوا. ان شاء الله بيوصلوا بالسلامه. حتى لو منك راضي على زواج من اشرف مره تانية، كمان رافض انك تجي تشاركني الفرحه. طيب على القليله قلي مبروك. اختي انت بتعرفي انه انا ما بتمنى لك الا كل الخير والسعاده والراحه، عشان هيك ماني مبسوط انه ترجعي ترتبطي بجوزك مره ثانيه. خيي خلص ما بقى تحلل، قلي مبروك وبس. مبروك اختي، مبروك. جبت لك يا ستي بناتك بالسلامه اهو زي ما طلبت مني. هاي حبيبتي انت، وانت كمان. هي ما مصدقه. بصي بقى، انا اروح اجيب سمر من الشركه عشان اتابع بنفسي ترتيبات احلى فرح لاحلى ست في الدنيا كلها. سلام. يا احلى يا احلى ببلد الحلوين. دخليك ليه بعدت خالد يجيبنا من لبنان؟ ما يكون نحن اولاد صغار. دخيله هيدا اللي بده يكبر حاله قبل بوقت. لاحقه. انا بالجامعه مام، اوكي؟ بلا هالحديث ولو، خلينا مبسوطين انه انت وبابي عم ترجعوا لبعضكم، شو بدنا احلى من هيك؟ هيك بيحكوا. ما عندك شيء تقولي لي؟ لا ما عندي شيء اقوله، تعبانه وبدي اطلع نام، السهره طويله اليوم عشيه. باي. ما تعت عليها مامي، هيدي لين بدك تتعودي. هلا خبريني انت شو لابسه اليوم؟ ما رح اقول لك، مفاجأة. ايه يا ماما انت لسه ما لبستيش لغايه دلوقتي؟ بقول لها 3 4 ساعات المفروض نبقى هناك. بقول لك ايه، البس دي ولا البس دي؟ دي حلوه قوي. جمالك انت جمال حبيبي، عبال ما افرح فيك يا رب. لا انا خلاص كبرت على الحاجات دي، اهم حاجه اني بشوفك بتتزفي على ابويا من جديد. انت كبرت وانا شو؟ عم بتجوزني لبيك مره تانية؟ معقول؟ غريب غريب انت يا صبي، ما بتشبه حدا بهالدنيا. اهم حاجه ان الواحد يبقى شبه نفسه بس. بقولك يا ماما، انت لسه بتحبي بابا زي الاول؟ ما بعرف إذا زي الأول، بس أنا بعدني بحبه كتير. من اليوم اللي تعرفت عليه لهلا ما حبيت حدا غيره. حتى لما كنا مطلقين 7 سنين طلاق، بس أنا ولا يوم حسيت حالي إني ماني مرتبطة. ماني مرتبطة بهالرجال اللي هو اسمه بيك. عشان كده أنا عملت المستحيل عشان ترجعوا لبعض تاني. هلا هيدا أنا إحساسي،
ما بعرف شو احساسه تجاهي. انت مش قلتي ان قال لك امبارح انه بيموت فيكي؟ هيك قال. مهم اللي يكون عم بيقوله حقيقي وصادق. طب بذمتك انت في راجل في الدنيا ما يحبش واحده زي القمر زيك؟ يلا يلا عشان نلبس. تارارارا تارارارا لا 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 لا. عملتها يا مجنون، اخيرا اقنعت ابوك وامك انهم يتجوزوا تاني. عقبال حضرتك انت وسعاد قريب ان شاء الله. لا انا مش عايزه. ومين قال لك يعني ان انا عايز؟ بس بس بجد برافو. تلميذك بقى يا بوب. لا انت مش تلميذ، انت ابني. شو انت؟ بعدك معصبه؟ ضحكي شو شوي. أنا كتير مبسوطة. تعرف ليش؟ لأني مرقت بتجربتين بحياتي واثنيناتهم كنت أنت بطلني. وأنا أسعد واحد في الدنيا عشان اتجوزت مرتين في حياتي، والمرتين انت العروسه. غريبين نحن مش هيك؟ تفتكري لو ما كناش اتطلعنا السنين الطويله دي وبعدنا عن بعض، كان ممكن نقضي ليله جميله زي الليله دي. ما بعرف، عم تسالني عن شيء ما عشته، بدي خبرك عني عم بعيشه هلا. يا ريت. حاسة ليلي إنه حبي لك غريب. عن جد. من بعد سنين زواج ومن بعد ثلاث أولاد صاروا صبايا ورجال، ومن بعد سنين طلاق ومشاكل ما بتنعد كتير كتير، حاسة حالي عن جد إني عروس. عروس صغيرة صبية خايفة. بديك تحميها وتحبها كثير. وحشتي قوي. ألف ألف مبروك. بس زي القمر والله. طب تخيل تربية إيدك بيعمل فرح لأبوه وأمه، عايز يجوزنا وإحنا في السن ده. بذمتك مش جنان. على فكرة ليلى يعني تستاهل انك تتجوزها 100 مرة مش مرة واحدة، بس لو تقدر. الله 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 الله. وبعدين معك يا كامل.